شكون كيشخر بزاف؟ واش الرجال ولا العيالات؟ وعلاش الناس الكبار كيشخروا بزاف؟ واش بصح الا كنتي كتشخر فراك كتسبب في امراض الناس اللي كينعسوا حداك؟ واش بصح الشخير وراثي؟ اول حاجه غنعرفوا علاش حنا كنشخروا. ملي كتشخر اذا مجرى الهواء ما كيدوش الهواء بحريه، يا كيكون مسدود جزئيا يا كيكون ضيق. اذا انت ملي كيكون عندك هادشي وكتنفس فراك كيوقع اهتزاز في الانسجه ديال مجرى الهواء العلوي، حاجه اللي كتخليك تشخر، كتخرج داك الصوت ديال الشخير. ولكن السؤال الواعر هو شكون اللي كيشخر بزاف؟ واش الرجال ولا العيالات؟ الرجال سيدي هما اللي كيشخروا بزاف، 40% ديال الرجال كيشخروا، اما النساء ف 24% ديال النساء هما اللي كيشخروا فقط. كاين عده عوامل اللي كتخلي الراجل يشخر بزاف اكثر من المراه. اول عامل هو الممرات الهوائيه عند الرجل ضيقه مقارنه مع المراه، وكاين عده عوامل اخرى منها الهرمونات. كاين مثلا النساء الحوامل كيكونوا كيشخروا بزاف. واش بصح الشخير ممكن يخسر لك المورال ديالك ديال الغد ليه؟ الناس اللي كيشخروا مساكن بزاف ممكن يصبح الغد ليه المورال عنده ماشي هو داك، كتلقى عنده مشكله في التركيز ومشكله في الذاكره. ونزيدك يا معلم، الشخير ما كياثرش غير عليك انت والمورال ديالك، فراه كياثر على الناس اللي معاك، وممكن تمرض الناس اللي كينعسوا حداك. كيفاش؟ ايها الشريف، وجدت دراسه ان الناس اللي كينعسوا حدا السيد اللي كيشخر يقدروا يفيقوا 21 مره كل ساعه. ووجدوا في دراسه اخرى ان الناس اللي كينعسوا حدا واحد كيشخر كيمرضوا بمرض ديال ارتفاع ضغط الدم. ومن كنقولوا مشكل ديال الطونسيون ولا ارتفاع ضغط الدم فراه كنقولوا مشكل ديال القلب، مشكل ديال الكلاوي، وزيد وزيد بسبب الشخير ديال الشخص الاخر اللي حداه. ونزيدك، الشخير في ميريكان هو السبب الرئيسي الثالث في الطلاق من وراء الخيانه الزوجيه والقضايا الماليه. بالك طلقتي من راجلك اسيدي كيشخر. عندنا مثلا علاش الناس الكبار كيشخروا بزاف؟ ضروره تكون شفتي شي ناس كبار عندك في العائله كيشخروا بزاف. حنا ملي كنكبروا في السن اللسان والعضلات المحيطه بمجرى الهواء كتبدا تضعف. عاد زيد ملي كتكون ناعس العضلات ديال اللسان ديالك ولا ديال الحلق ديالك كترخى. ملي كتكون ناعس وكتنفس فراه كيوقع حتى هو شنو كيوقع؟ اهتزازات، حاجه اللي كتخليك تسمع الصوت ديال الشخير. ماشي غير الكبار بوحدهم اللي كيشخروا سيدي، حتى الدراري الصغار الوليدات الصغار مساكن حتى هما كتلقاهم بزاف كيعانيو من هذه المشكله ديال الشخير. من ضمن الاسباب اللي كتخلي الوليد ديالك يشخر هو شنو؟ الوزن. جواب صحيح، الوليدات الصغار كيكون عندهم مشكله ديال الوزن، كيكون عندهم الوزن زائد. كاين سبب ثاني هو الحلاقم، يا هذاك الوليد كيكون عنده الحلاقم كبار مسكين فراه حتى هو كيعاني من الشخير. اولا الوليد كتكون عنده حساسيه، وهالشخير الا بدا عنده هو صغير ماشي ضروري غادي يبقى معاه، يقدر يوصل لسن البلوغ ما يبقاش يشخر. شنو الحوايج اللي كيخليو الانسان يشخر؟ كاين بزاف الاسباب اللي كتخلي الناس يشخروا، غنذكروا بعض الاسباب. اول سبب هو الطريقه كيفاش كتنعس، يعني الوضعيه ديال النعاس ديالك. الا كنتي كتنعس على الظهر ديالك فراه القاعده ديال اللسان ديالك كتهود الجزء الخلفي ديال الحلق ديالك، الحاجه اللي كتسبب في صوت الاهتزاز اثناء النوم، هذاك الصوت اللي كتسمعوه في الشخير. عاوتاني كاين المشكل ديال المخده، بعض خطرات كاين اللي كديري المخده كبيره ممكن يشخر، وكاين اللي الا درتي المخده صغيره ممكن يشخر، كيكون على سبه. ثاني سبب غنذكروه هو الشراب، الناس اللي كيكونوا كيشربوا، الشراب كيتسبب لهم في ارتخاء ديال العضلات، كيترخى وسيد العضلات اللي كيدعموا الانسجه اللي كاينين في مجرى الهواء، اذا عندنا ارتخاء، اذا عندنا تنفس معاه اهتزاز، اذا الصوت ديال الشخير. دونك بزاف الناس اللي كيكونوا يشربوا كتلقاهم كيشخروا، والله يعفو على الجميع. من وراء الكحول كاين الادويه المهدئه، اللي كنتي كتشرب ادويه مهدئه ولا الدواء ديال النعاس مثلا، بالعكس ما غاديش يخليك ما تشخرش، ولكن غادي يخليك تشخر بروماكس. كاين سبب اخر اللي هو التدخين، الكارو. الكارو ماشي بالضروره يكون مسبب مباشر للشخير، ولكن كيقول لك بسبب التهاب الجزء العلوي ديال مجرى الهواء ممكن يكون عند التدخين تاثير على الناس اللي كيشخروا. يعني ماشي الا قطعتي الكارو اليوم فراك غدا ما غاديش تبقى تشخر، ولا راه كاين اللي 4 سنين هو قطع الكارو كتلقاه باقي كيشخر. كاين عاوتاني سبب اخر هو الناس اللي عندهم مشكله في النيف ديالهم، يعني النيف ديالو مسدود ما كيدوش، ملي كيكون ناعس ما كيتنفسش من النيف ديالو، ضروري خصو يتنفس من الفم ديالو. هاد الناس مساكن كتكون عندهم احتماليه كبيره انهم كيكونوا يشخروا في الليل. من ضمن الاسباب قصور الغده الدرقيه، الناس اللي عندهم مشكله ديال الغده الدرقيه هما كيكونوا كيشخروا. دارت مؤخرا دراسه على 20 شخص عندهم مشكله ديال الغده الدرقيه، لقاوهم كاملين كيشخروا. كاين سبب اخر هو ان الشخير ممكن يكون وراثي. كيفاش؟ ايها الشريف، الناس كيورثوا الاراضي وانت ورث لي الشخيره معلم. اذا الا كان عندك الوالد ديالك ولا الجد ديالك كيشخر فراه كاينه امكانيه انك حتى معلم تكون كتشخر. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، الا نسينا شي معلومه على الشخير كتبوها لي في لي كومونتير، وكتبوا لنا دي كومونتير مزيانين اللي كيحفزونا وكيخليونا نديروا فيديوهات جداد وبافاده جديده. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ديروا لنا لي جيم او زيدك هذه.